ضع الانتصاب عند مريض السكري، ايه العلاج؟ السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. موضوع النهارده هو علاج ضعف الانتصاب عند مريض السكري، ايه العلاج؟ ومناسبه الفيديو ده ان كتير قوي من الناس بتجيني او بتيجي تسالني تقول لي انا باخد العلاج بتاع ضعف الانتصاب بس مفيش نتيجة، ما بيحصلش تحسن أو تحسن بسيط جدا، إيه السبب؟ فعشان كده بعمل الفيديو ده، لأن العلاج مش بس الحبوب بتاعة المقويات أو المنشطات أيا كان اسمها، فياجرا، ليفيترا، سيالس، أي نوع بقى، فيجريكس، أي نوع. ليه؟ لأن مشكلة ضعف الانتصاب عند الرجل، هو الأول الانتصاب بيشتغل إزاي؟ بيحتاج حاجات في الجسم تكون سليمة، منها الأعصاب الطرفية ومنها الأوعية الدموية. بالنسبة لمريض السكر بتبقى الأعصاب الطرفية فيها عطب أو تلفة أو متأثرة. أنت لما بتاخد علاج أي كان علاج ضعف الانتصاب، شيء يقوي الانتصاب، كلهم بيشتغلوا على الأوعية الدموية. فانت الاوعية الدموية بتاعتك كويسة، لان هم كلهم بيشتغلوا على الاوعية الدموية. بيعملوا ايه؟ بيضخوا الدم في الاوعية الدموية، يعني بغض النظر عن مسميات المركب او المنتج فجميعهم بيشتغلوا على ضخ الدم في الاوعية الدموية. لكن في عنصر تاني عشان الانتصاب يحدث، هو الاعصاب الطرفية. بدون الاعصاب الطرفية مش هيتضخ الدم، لأن مين اللي هيدي الإشارة للمخ والأعصاب الأوعية الدموية اللي موجودة في المنطقة التناسلية في منطقة القضيب بأنها تتسع، يحصل لها دايلاتيشن وتتملي بالدم ويحصل انتصاب؟ مين اللي هيدي هذا الكلام؟ المخ والأعصاب عن طريق الرسائل التي يرسلها إلى الأعصاب الطرفية. وبدليل ان بدون الرسائل ديت ما بيحصلش انتصاب. انت بتاخد، اذا اخدت هذه المادة الانسان العادي ما بيحصلش انتصاب الا لما تيجي الرسائل من المخ. يعني اما يجي مثلا يجي جنب امراته او يستثار جنسيا، تبتدي الرسائل تيجي من المخ الى الاعصاب الطرفية في المنطقة، فتقول للايه الاوعية الدموية، تديها الرسائل النيورو كيميكال عن طريق الرسائل الكيماوية العصبية، بحيث يحصل عملية الدايلاتيشن وبالتالي ضخ الدم والانتصاب. فإذا العنصرين لازم يكونوا موجودين. فعشان كده الحل لازم يبقى أنك أنت تعالج مختلف الأسباب، مش بس تاخد منشطات. منشطات لوحدها ممكن ما تشتغلش، فانت مطالب انك انت تشتغل على عدة محاور. هشرح لك دلوقتي ايه هي المحاور اللي انت لازم تشتغل عليها عشان تاخد احسن نتيجة. ده في الفيديو الاولاني. هتكون خطوط عريضة للمحاور التي ينبغي ان تعمل عليها وتحسنها. وبعد كده في الفيديو التاني ان شاء الله هيكون الكلام بالتفصيل عن هذه العلاجات والاساليب التي ينبغي ان تتبعها حتى تحصل على أحسن نتيجة. فخليكم تكملوا معايا الفيديو عشان تشوفوا الخطوط العريضة عشان تحسين تدفق الدم وتحسين الانتصاب في مريض السكر. زي ما انتوا شايفين في الشكل اللي بعمله دوت، الإنسان لازم يمشي على خطين رئيسيين. الخط الأولاني هو علاج مرض السكر في حد ذاته، والخط الثاني هو علاج ضعف الانتصاب. الاثنين لازم يمشوا مع بعض. الخط الاولاني بتاع السكر بيتقسم الى خطين، الخط الثاني بتاع علاج الانتصاب برضو بيتقسم الى 3 خطوط. يعني عندك اجمالي 5 خطوط تمشي عليهم جميعا، تمشي عليهم في وقت واحد عشان تشعر بنتيجة جيدة. يبقى تلخيصا للخطوط العريضة، علاج ضعف الانتصاب لازم يتم على خطين رئيسيين، علاج السكر زي ما وضع على الشمال، وهذا ينقسم إلى نوعين من العلاج، العلاج بالأدوية والعلاج بأسلوب الحياة الصحي. الخط الثاني هو علاج الضعف، وينقسم إلى
ثلاث أقسام: العلاج بالأدوية، والعلاج بالتدخل الطبي، وثالث حاجة الممارسة الصحيحة. كده خلصنا الجزء الأولاني من الموضوع وهو الفيديو الأولاني، وبينت لكم الخطوط العريضة الرئيسية عشان تحل مشكلة الانتصاب حلا جذريا، وخاصة عند مرضى السكر. الجزء الثاني إن شاء الله تابعوني فيه، عشان الكلام اللي أنا قلته ده ملخص هعمله بعد كده في فيديو بالتفصيل، كل حاجة هشرحها بالتفصيل عشان تقدر تستفيد أكتر وتنفذ أكتر. وبالمناسبة أفكركم اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان تجيله الاختيارات أول بأول، ولو سمحتوا تعملوا لايك، وممكن لو سمحتوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وأصدقائكم بعمل شير. وأشوفكم في الجزء الثاني من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.